نظم أمن دائرة بريدة ولاية الأغواط مائدة إفطار بالطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولاية الأغواط والبيض أمام مقر الوحدة لفائدة مستعملي الطريق بهدف التضامن والتحسيس من مخاطر السرعة في أوقات الذروة لتشمل مسافرين من مختلف ولايات الوطن. هذه المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة لأمن وطني من أجل إفطار مع مسافرين ومستعملي الطريق، تم نصب خيمة بأمن دائرة بريدة أمن ولاية الأغواط من أجل الإفطار مع هذه الفئة من المسافرين، واغتنمنا الفرصة من أجل القيام بحملة توعوية تحسيسية في السلامة المرورية من أجل توعية المسافرين واحترام قانون المرور وخاصة في وقت الذروة أي قبل الإفطار. كما تميزت الأجواء بصور حميمية وعائلية بين الشرطة والمواطنين وسط مائدة رمضانية تزينت بأشهى الأطباق، وهي مشاهد تعبر فعلا عن إنسانية الجزائريين. أنا جاي من بشار ونشكر أمن دائرة البريدة على هذه المبادرة في الشهر المبارك، ونشكرهم على هذه المبادرة هذه. جاي من باركة والحمد لله، هذه أبواب من أبواب الخير، ما خصنا حتى شيء كما دارنا. نشكر الشرطة اللي دارت المبادرة هذه، وأنا شوفير مخصمت أنا ورايحين بشار، وبارك الله فيهم. هذه المبادرة سجلت استحسان وتجاوب من قبل مستعملي الطريق المشاركين في الوجبة الرمضانية.